بحلم ويحلالي بحلم وانا مالي الا يحصل ايه ايه راضي انا بحالي راضي. ارجعي محتاج لكي ارجعي غلط تشتكي ارجعي لو شفت حالي هتدمعي ارجعي كل مهاجر بعد التعب بالصبر كل شمس مروحة بتملتي بوسك بالقمر وانتي ليه ما بترجعيش انتي ايه ما بتتعبيش ما الناس حوالينا هي عايشين ايام هنية اشمعنى بس احنا في دموع زبنا عيش ارجعي محتاج لك ارجعي غلط تشتكي ارجعي لو شفت خالي هتدمعي الله عليك ايه الجمال ده يا مال الجمال الشرقية انت مكسر لنا الدنيا يعني ايه الجمال يا مال الجمال انت ذوقك جميل جدا في الكلام يا استاذ يعني احنا ماشيين بالصدفة لانك ماشي كده بتهني الاخوة طبعا بالسنة الجديدة وكمان عيد اخواتنا انا عشان خاطر مال الجمال الشرقية يا استاذة ألفت قصيدة للسنة الجديدة وقلت فيها 2023 خلاص اتبح واني اما بتلسع من الشوربه بقول اصل الشوربه حاميه نار والفكر معايا احتار 2023 خلاص راحت مطرح ما راحت 2024 نقول لها يا مراحل سنه سعيده علينا وعلى حبايبنا الاكبار اصحابنا وجيراننا وبناكل العيش مع بعض كمان والحمد لله عايشين مع بعض في سلام وامان وربنا يبعد عنا الحاسدين والحاقدين واللي في قلبهم مرض كمان ولو قال لك مال الجمال الشرقيه انتهى كله عندي ستاه بوم خش ايه بقى اللوك الجديد ده قول لنا ده انت المره دي لوك مختلف عن السنه اللي فاتت قول لنا بقى ايه اللوك الجديد ده قول لنا بقى ايه سر المنديل الجميل ولا تمام جدا بص يا استاذه سؤال جميل انت حضرتك بتلاحظي كل صغيره وكبيره انا غيرت الجو فريت بتاعي لازم اعمل تشينج عم تشنج للملابس للجو التريت قول لنا بقى ايه الكوتشي الجامد ده انت غيرت الجزمه البوت اهو وجبت كمان ورده جديده وساعه جديده اهو ومنديل وبوبيونه كمان في حاجات اساسيه معايا انا غيرت الجاكيت غيرت البنطلون غيرت القميص اسمه تغيير غيرت قميص اما الورده البلاستيك ما ينفعش اجيبها بلدي ساعتها تقولي ليه ما تكونش بلدي قولي كده حضرتك ليه بقى اصل لو جبتها ورده بلدي ابو جردان والغربان هيجي نتشوا منها فانا عشان ذاتي وعبقريين فوق جبتها بلاستيك ولو تعفرت وجيهم عليهم شويه تراب ولا حاجه معايا المديد بالطريقه دي بجيب روش قول لنا بقى انت بتلف الايام دي شوارع الزقازيق كده ايه السر اللي انت نازل الايام دي احنا يمكن شفناك صدفه وانت ماشي وعمال تغني اهو حواليك معجبين كتير اهو شباب كتير هنا زقازيق بلدي اتشرف بها بلدي امال ايه من الشرقيه زقازيق بلدي واتشرف بها يعني انت نازل علشان طبعا تهني الاخوه اخواتنا طبعا المسيحيين بعيدهم عشان كده قلت لهم قصيده 2023 خلاص بح وانا ما بتلسع من الشوربه بقول 2023 خلاص راحت مطرح ما راحت 2024 نقول لها يا مراحل